وحياكم الله مشاهدينا بحالة الطقس لهذا اليوم اللي راح نتعرف من خلالها على الأجواء في العاصمة بغداد وأيضا في باقي المحافظات. نبدأها من العاصمة بغداد لهذا اليوم اللي تسجل فيها درجات الحرارة نهارا 44 درجة مئوية وليلا 28، والأجواء صافية طيلة اليوم. أما المحافظات فراح ننتقل في البداية إلى البصرة، والبصرة لهذا اليوم تسجل 48 درجة مئوية ونهارا أجواءها غبارية، أما ليلا 31 درجة والأجواء صافية. ميسان نهارا 48 وليلا 32 والأجواء فيها صافية. أما المثنى نهارا 45 وليلا 30 وكذلك الأجواء فيها صافية. ذي قار نهارا 47 وليلا 30 وأجواءها لهذا اليوم أيضا صافية. ننتقل الآن إلى باقي المحافظات، وانتقالتنا تحديدا راح تكون إلى واسط اللي تسجل نهارا 47 وليلا 30 وأجواءها صافية على مدار اليوم. أما بابل نهارا 45 وليلا 29 كذلك أجواءها صافية. كربلاء نهارا 24 وليلا 28 والأجواء فيها صافية. النجف نهارا 44 وليلا 29 والأجواء فيها صافية. كذلك الديوانية اللي تسجل فيها درجات الحرارة نهارا 44 وليلا 29. ننتقل الآن إلى باقي محافظاتنا ونتوقف تحديدا في الأنبار اللي تسجل نهارا 42 وليلا 26 وأجواءها صافية على مدار اليوم. أما انتقالتنا الآن راح تكون إلى صلاح الدين اللي تسجل نهارا 44 وليلا 27 والأجواء فيها صافية. أجيال نهارا 46 وليلا 27 وأيضا الأجواء فيها صافية. ننتقل الآن إلى باقي المحافظات وإلى أربيل اللي تسجل نهارا 43 وليلا 28، أما دهوك نهارا 32 وليلا 25 كذلك الأجواء صافية. نينوى نهارا 43 وليلا 30 وأجواءها أيضا صافية. أما سليمانية نهارا 42 وليلا 22 والأجواء فيها صافية. وكركوك نهارا 43 وليلا 26 وكذلك أجواءها صافية. إذن مشاهدينا هذه كانت حالة الجو لهذا اليوم، دمتم بأمان.